مرحبا، معكم خبيرة التجميل آلاء دشتي من الكويت. حالياً أنا متواجدة بدبي وبالأخص بوتيكات دبي. رح نسجل حلقة من حلقات Battle of the Artists. معاي رح تكون ملكة، رح نواجه فريق روان الركيبي خبيرة التجميل الكويتية. روان، من الآخر أنصحك تنسحبين في وقت. مرحبا، معكم خبيرة التجميل روان الركيبي من الكويت. اليوم جايين دبي مع بوتيكات عشان نسجل Battle of the Artists. إن شاء الله قبلت التحدي، ومعاي دينا راح نسوي شيء وايد حلو وراح نكسر الدنيا. طبعا المنافسين خبيرة التجميل آلاء دشتي وملكة، وإحنا اللي راح نفوز. شروط المسابقة: عندكم 30 ثانية لتختاروا الميك اب و30 دقيقة لتعملوا أفضل لوك. لا، بتحطين فونديشن ولا ايش رايك يعني؟ ولا ميك اب اول؟ ميك اب عين؟ لا اكيد فونديشن. ليش آلاء؟ ولو هذا السؤال ما يسأل حق آلاء دشتي. ميك اب ريموفر اعطيهم. ايه تبينه؟ لا خليه عندك، انت عارفه عشان تعرفي يمكن تحتاجينه. انت عارفه انك لا لا. ها 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 ها، خلصت وشنو؟ خلصنا بعد اللوس باودر اصلا تحت عينه. خلصنا الحمرة حاطين بعدهم بوكسات ثانيه. معاكم ملكة كابلي. اليوم كنت مع بوتيكات في دبي، حبيت التجربة وحبيت الفكرة واكيد استمتعت مع الميك اب ارتست آلاء دشتي. شكرا بوتيكات. Beautiful people، معكم جينا TV presenter and beauty influencer. كثير فرحانة اليوم لأنه أنا متواجدة بدبي وإكزاكتلي مع بوتيكات في الباتل أوف ذا أرتست. اليوم الميك اب باي روان والمنافسة كانت مع آلاء دشتي وملكة، وبتشكر كثير بوتيكات لهالمنافسة الحلوة.